معانا الاستاذ احمد من الاليوبيه. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام حضراتكم بخير. احترامي وتقدير لحضراتكم منبع العلم وخاصته. الله يرضى وفريق العمل. الله يبارك فيك. فوق الرؤوس وملء العيون. الله يرضى عنك. اتفضل يا استاذ احمد. مع حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اتفضل يا استاذ احمد. حضرتك كنت نزلت العام الماضي في رمضان ان لو حصل امر ما والحمد لله حصل ان اعتكف 10 أيام في رمضان الماضي، ولكن الظروف الأسرية والصحية لم تسعفني لتنفيذ هذا النزل، فهل يجوز لي تنفيذه إن شاء رب العالمين رمضان القادم؟ طيب انت قلت نذر علي ان انا اعتكف لو حصل، لو ابني نجح، لو انا شفيت، لو كذا كذا كذا، اعتكف 10 أيام الأخارة الأوسط الأوائل في رمضان في المسجد الفلاني. قلت كده بالظبط يا دكتور. طيب يبقى انت بتقول لي اعمل ايه؟ هجاوب حضرتك يا استاذ احمد. طب ثانيا بعد اذن حضرتك، ده السؤال الثاني. نسال حضراتكم الدعاء باتمام حجاج بيت الله على خير، يذهب لنا ويعود لنا بسلامه الله. هي الوالده راح ان شاء الله ولا ايه؟ حيث انني والحمد لله تم تنفيذ جميع الاجراءات الخاصه بالسفر لهذا العام. يلا ربنا تروح سالم غانم وترجع سالم غانم مبارك بقلب جديد وبقلب سعيد ان شاء الله. يا رب امين. احنا والناس اجمعين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا دكتور. عفوا يا سيدي. لو كنت نذرت زي ما انا حاولت استوفي من السيد احمد، لو كان نذر، لو حضرتك نذرت زي ما انت قلت ان انت تعتكف العشر ايام الاخيره من رمضان اللي فات ده، يبقى خلاص رمضان اللي فات لو عدى وانت ما اعتكفتش مش هينفع تعوضه في رمضان اللي جاي، وخلاص عليك ان انت تكفر يمين، لان احنا بناخد قاعده الوقف بنحطها في النذر، وقاعده الوقف بتقول نص شرط الواقف كنص الشارع. فانت قلت رمضان الماضي، ورمضان الماضي عدى، يبقى انت ما وفيتش بالنذر. نعمل ايه بقى لما توفيش بالنذر؟ بنتعامل معاه على انه كانه كالحلف، وتخرج منه بكفاره يمين. فانت عليك كفاره يمين يا سيد احمد.